أيكم مستمعين على هوا البانوراما اف ام، مستمرين ببرنامج على مودك ومستمرين بفقرتنا كي بوب على البانوراما. خلينا نرحب الامسي جولنار، اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي، اهلا جولنار، شانك الاخبار؟ الحمد لله. كيفك اليوم؟ الحلقه دسمه صح؟ شلون اليوم الحلقه دسمه؟ رح نتكلم عن الكي سينما ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، احنا دائما نعرف انه او نسمع انه الكي سينما مختلفه، وايضا بتعريفك السابق للكي سينما اصريت انه هي تختلف عن البقيه، فخلينا نعرف من عندك شنو هو الاختلاف. صحيح، انه اكدنا قبل او انه اصريت قبل انه السينما الكوريه تختلف عن بقيه السينما الاخرى، لأنه ربما يرى البعض أنه هذا الأمر مبالغ فيه، لكن لو اطلع أحدهم على السينما الكورية كان بيشوف أنه مزامي صحيحة، لأنها تهتم بجوانب عديدة وعندها ألوان مختلفة وطبعها فريد، والأهم من هذا كله أنها تعطيك زي الجانب من الواقعية وتتناول لك قصص حقيقية وتظهرها للمشاهد بطريقة جدا مذهلة. حلو. طيب، فيك يعني تقولين أو تذكرينا بأفلام كورية تناولت قصص حقيقية؟ في أفلام جدا كثيرة. إحنا نريد نتابع. ولا يهمك، بوصلك بحاجات صدق على مستوى إنه أكيد عندي لك أمثلة كثيرة، لكن زي ما أقول دائما إنه بحكم الوقت بختصرها بكذا فيلم. فمثلا عندك فيلم هوب، فيلم مذكرات قاتل، فيلم العرش، وفيلم سائق التاكسي، فيلم 1987، أيضا عندك فيلم الجاسوس الذي ذهب شمالا، وكثير منها أقدر أوصلك فيها، لكن بقول لك عن حاجة كذا قريبة راح تنعرض، اللي هو فيلم راح ينعرض إن شاء الله في 31 مارس تقريبا، اسمه كتاب السمك، مقتبس من قصة حقيقية عن عالم ينفى ويروح الجزيرة نائية ويقرر كتابة كتابه اللي هو عن السمك، ويتعرف له على صياد ويطلب من هذا الصياد مساعدته في كتابة هذا الكتاب. الفيلم بيكون من بطولة الممثل الكبير سول كيونغ، برضو من ممثلنا الرائع بيون يوان، وراح إن شاء الله تكون عودته الأولى بعد انقطاع عن الشاشة لمدة تقريبا 3 سنوات أو أكثر بعد عمله الأخير اللي كان دراما السيد المشرق. بيكون أيضا من إخراج المخرج القدير لي دوني، اللي هو نفسه مخرج فيلم هوب والعرش اللي ذكرتها لك قبل شوية.